يا سلام عليك حبيبنا، شوف المقطع. سيارات وما سيارات وطرقات وعين شنو. قولي قولي سيارة بتخترق الجدار شباب حبيبي، والله متعاش والله بين هالسيارة حبيبنا شي نار نار. يا السلام عليك. اوكي هلو يا حلوين، كلكم ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. احنا ناس حبايبنا مثل ما انتم شايفين بالمقطع يا اساطير، راح ينزل شيء رهيب حبايبنا. اوكي قبل ما نبلش هذا المقطع يا اساطير، لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى الناس، ولا تنسوا تشتركوا لتحت، انزل تحت معلم تشتغل تشترك وتفعل الجرس وتوصل باللايكات حبايبنا. اوكي شباب، نزل اليوم كمان حدث ثاني شباب، اللي هو الحدث وينه هذا؟ الحدث البيض المعلم لك، لا وين راح؟ يا اخي والله ممكن يا اخي تبع حبيبي وحفله التسابق شباب، حفله المتسابق لوس. طب شباب ما انتم شايفين وهل وقف شوي، وين رحت انا؟ وات از ذيس، شو صار معنا شباب؟ علقت اللعبه فجاه. اوكي حبايبنا مثل ما انتم شايفين شباب، نزلت سيارتين جداد حبايبنا، ورقصه اسطوريه تبعت هذه السرعه والاناقه معنا، يعني شيء باللوز اللوز. سو شباب ما اعرف رح تنزل سياره مثل ما انتم شايفين شباب، سابق الاحتراف رح يكون في سياره شباب، حدث السياره رح تكون هذه السياره، يعني مثل ما انتم شايفين هون معلم يعني تخترق الجدران، رح تكون قويه كثير هذه السياره. اوكي يا صديقي، لا يا حبايبنا فهون نازلين سيارتين جداد شباب، رح نشوف خاصيتها لحد الان ما بنعرف خاصيتها، وفي رقصه مثل ما قلت لكم، هي الرقصه شباب تبعت الماكرولين، ميسي حلو بهذه الرقصه شباب، رح افرجيكم اياها، طولوا بالكم شباب اول ما نحصل عليها يا صديقي. اوكي شباب الان حان وقت الجلد، جلد شو؟ الحرق. اوكي اول لفه الشباب مثل ما انتم شايفين تخصم عليها 80. اوكي نضرب اول خلف معلم، اعمل هيك ونشوف حظنا باللوز. ول نجمه حذاء 2019، ثواني شباب ثواني شباب، هون في ول ليش وين الحذاء هذا شباب؟ يا اخي والله ما اتذكر 2019. اوكي اوكي يلا نكمل، يلا نشوف. ول لي صندوق كلو، شو نعمل بصندوق كلو معلم؟ بلشنا بالاشياء البيض معلم، بلشنا بالاشياء البيت شباب، بدنا يا السياره يا الرقصه معلم، لا تبلشوا حبيبي والله. هاي احسن هاي سياره ماكينة الخوض الغوص الغوص العميق. سوري شباب رح ندخل نشوف شو وضع السياره، ندخل نشوف الجو شو وضع السياره شباب، شو وضعها. اوكي سياره عاديه عجب ولا كيف؟ الله اعلم. اوكي سياره هيك، اوكي انا حاطط هاي شباب بالنسبه لي تعتبر اقوى شيء، بس ولكن درجه السرعه القصوى. هاي شباب هاي شو هي؟ وا ويلي 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 شباب، السيارة هاي لا والله شي نار حبيبي والله والله شباب، شوف سرعة القصوى 2 والضرر يعني نفس هاي، بس ولكن معلم يعني فيها ضرر كمان، معناتها كيف راح تكون حبايبنا؟ اوكي خلينا ندخل الشباب على السابق، نرجع على الحدث هذا البيض اللي اكرهه شباب، هذا الحدث اللي اكرهه يعني كثير كثير، يعني ما تعرف معلم ما تعرف متطلع لك الحاجة. اوكي نعمل لفة معلم، ولا طلعت سيارة حبيبي والله، السيارة شباب هي السيارة عم بقول لكم عليها، طولوا لي بالكم ولك عاش. هي السيارة يا اساطير عمل لكم عليها، هي نعمل تزويد معلم، يا سلام نعملها تزويد هون. خلينا نشوف شيء ثاني حبيبي، هالرقصة هي ما بتصير لهون مو هيك؟ ثواني خلينا نتأكد حبايبنا، والله ما اعتقد تصير هي السيارة شباب مخصصة اعتقد هي الرقصة هي. لا والله الظاهر معلم بس للفوق، بس وقت نعمل كم ستارت تصور بالك، هاي هاي اوكي هاي بنعرفها، و هاي اوكي اوكي شباب هالرقصه شباب هاي بتطلع لما نفتح ال شو اسمه البروفايل، لما حدا يدخل على البروفايل شوف البروفايل شباب شوف بيطلع الشكل حبيبي والله، ولك عايش شايفين كيف حبايبي؟ شوفوا شباب لما نعمل هيك، لا راح نطلع ندخل شوفوا كيف شباب يصير، ولك عاش يا سلام شيء باللوز معلم. اوكي شباب هيك بكون حاطين على الرقصه كمان، الان باقي السياره تمام، باقي السياره يا اساطير خلينا نروح نشوف السياره هذيك هذيك الثانيه شباب، باين عليها انه راح تكون سياره كثير قويه. يا اخي وين هذا الحدث يا اخي؟ مرات بيحطون هون مرات بيحطون، والله بيدوخون هذول حبيبي والله. خلينا ندخل على حدث معلم، حفله تسابق التمانو. اوكي الان شباب راح اشوف وضع هذه السياره شباب، نحاول نحصل عليها. اوكي يلا نضرب، واحد ابلع بيض بيض بيض
يا اخي والله بعرف حظ بيض في الاحداث اقسم بالله. واخيرا جبنا السياره شباب، بعرف حظي شباب، بعرف حظي بتعرفوا يعني، ودائما ما لازم. اوكي هاي السياره شباب، هاي السفره. اوكي هاي السفره شباب، رح نشوف وضعها يا اساطير كيف وضعها المعلم. التمانو تعال هون معك. قول لي لا، هي حاطينه شاب يعني فوق، هي حاطينه هون معلم. شو ها سلعه القصوى المتانه والتحمل سووني هاي، شو معي في الضرر نفس الشيء سب سريعه يعني. قول لي نفس هاي تقريبا، بس هاي السياره شاب عيت الرقصه. والله شاب لازم ندخل نجربه اقسم بالله شاب. شوف وضع، شوف شاشة شكلها بالحبيبي والله. تعالوا ندخل تدريب شباب، التدريب تحت هاي العجلات، فهمتوا علي كيف؟ ندخل نجربها هنيك. يلا خلونا نروح حبايبنا. طبعا شباب مثل ما بتعرفوا شباب، السيارات اغلبهم بيكونوا تقريبا هذول السيارات لهم يعني مثل هذيك الاثنين تقريبا، اثنيناتهم شباب يعني يعتبرين نفس الشيء، بس ولكن الشكل بيختلف شباب، الشكل هو الاسطوري، فهمتوا علي كيف؟ خلينا نروح ندخل نشوف معلم. طبعا مثل ما انتم شايفين عجب هالسياره لما بكون عقول تكون بتصير لهذا. نجرب حابة اجربها على هاي، لانه عجب السكين تبعها بيتغير ولا لا. هاي هنجرب عليها شباب بشكل سريع. اوكي ماذا اوكي خلينا نجي لهون معلم. ول لا هي زرقاء والله يعني، صغيره كمان صغيره كمان شباب مثل ما انتم شايفين. قول قولي اوكي ابلع عليكم. بس والله شباب الشكل الدويليب وما دويليب والله شيء معلم، حس حالك بالمستقبل يا زلمه. ونتفرج معك كيف الصوت، الصوت نار ويلي والله لوز والله شباب. ايش ماشي صغيرك شكله كمان مو كبير. اوكي خلينا نروح نجرب السفره شباب، خلينا نروح نجرب السفره حبايبنا، نروح نجرب السفره اساطير. والله يعني شكلها يعني نفس السرعه يعني، فهمت علي؟ السرعه نفسها واحد، بس بيختلف في الامر شاب انه هي فيها ضرر وهذيك ما فيها ضرر، فهمت علي كيف؟ اوكي تعال ندخل على المركبه هي. تعال هون هاي شباب، هاي مثل ما انتم شايفون عندنا واحد الضرر يعني، هي فيها ضرر تحملها شوي يعني، تمام يعني زاب مش لو استحمل. اوكي بس بينما هاي شباب هي تعتبر يعني يعني فيها المتانه يا اخي. والله ما افهم شيء بهاللعبه اقسم بالله شباب. بيكتب لك متانه وتحت بيكتب لك تحمل، كيف يعني؟ يعني حبيبي والله ما عاد افهم شيء. بس اوكي شباب السرعه نفس الشيء، بس ولكن الشكل شباب الشكل راح يكون، شوفوا اجنحات وما اجنحات، لازم تدخل نجربها معلم، تدخل نجربها هي كمان. ليتس جو معلم. طبعا حبيبنا فكرت بالامر يعني بين المتانه والضرب والتحمل. طبعا التحمل شباب انا برايي المتانه لما حدا بيضربك حد يعني اعداء بيضربوك مثلا بعد سيارتك او لا، المتانه هي يا اما لما حدا بيضربك، والثانيه التحمل يعني لما تضرب بس بتضرب مثلا بشي حيط او شيء يعني فيها تحمل اكثر يعني. واحدة من التنتين شباب والله ما بعرف، انتم تكتبوا بالتعليقات شو 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 التفسير معلم حبيبي والله. اوكي شباب هي اللون الاصفر معلم. ويل شوفوا الشكل شباب، اوه والله شباب اجنحه وما لا هي معلم، هي حتى الصوت يختلف شيء ولا لا مختلف؟ والله ما اعرف شو، ممكن الصوت فيه شو خلاف، بس معلم عن جد شيء باللوز. والله حاسس ملاحظ كمان سواقتي متحسنه بهذه السياره، معقول يكون فيها شيء غريب معلم؟ اتس كول اتس كول معلم. معناتها هيك شباب هيك الوضع، لازم كنا نحط الرقصه شباب. طيب نطلع شباب راح نجرب شغله، نطلع نفرجيكم حبايبنا شغله. اوكي حبيبي ركز معي كيف، شو راح اعمل ركز معي. حط السياره هيك معلم، هيك سيارتنا هيك معلم. والله نعمل هيك الرقصه معلم، لا الرقصه هاي يا السلام عليك. طول بالك نعملها هيك معلم، هيك لا روج نعمل رقصة هاي معلم. يا سلام يا سلام عليك، تفرجوا حبايبنا شيلوز شيلوز. نفس الوقت رقصة الجراند ماستر معلم، ايزي برودا لك عاش، كله اصفر باصفر معلم كول. اوكي شباب هيك بكون شباب شفنا كل الاشياء شباب الاحداث اليوم حبايبنا. طبعا شباب راح تكون في سيارة راح تنزل شباب، راح تنزل سيارة يعني راح تكون نار نار مثل ما فرجتكم اول مقطع حبايبي. سو يا اساطير
بتشكركم كثير لوجودكم معنا لحد الان. شكرا لوجودكم معنا. لا تنسونا باللايكات الله يسعدكم والشيرات, ونشوفكم ان شاء الله حبايبنا على البث مباشر على الفيسبوك, رابط راح يكون تحت بالوصف. راح تسعود الجراند ماستر شباب, راح تسعود الجراند ماستر يعني راح رحله الاستمرار يعني بالجراند ماستر. اوكي حبايبنا, نشوفكم على خير. اوكي سلام عليكم.